حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج الذي وجد في شاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر لكم أسفل الشاشة، عندكم رقمين للمشاركة من داخل العراق وعندكم رقمين أيضا للمشاركة من خارج العراق، إضافة إلى تطبيق الواتساب. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، في كل بلدان العالم من المتعارف عليه أنه البريء حر، في كل بلدان العالم من المتعارف عليه أنه المواطن حر في تصرفه، إلا اللهم إذا كان مجرم ساعتها الدولة تتعامل وياه أنه كمجرم، والمجرم أكو قوانين للتعامل معه. حتى المجرم، حتى الشخص اللي قتل، حتى الشخص اللي سرق، حتى الشخص اللي سبب في أذية جيران أو أهل، أكو قوانين للتعامل وياه في كل بلدان العالم. مع ذلك ما تحرم الدولة حق العيش، ما تحرم الدولة حق العلاج، ما تحرم الدولة حق التعامل مع أهله، ما تحرم الدولة من التواصل مع أبناءه وذويه، ما تحرم الدولة من أن يكون إنسان، إلا اللهم في العراق. بالعراق اليوم مواطن بريء ما إلى أي مشكلة، ما عنده أذية على أي واحد من الناس، فجأة تجي الدولة تشيله، فجأة نتيجة التعذيب يوقعوا على أوراق، فجأة هاي الأوراق تتحول إلى اعترافات، وبعد ذلك يتحول إلى محكمة. فجأة هذا المواطن يشوف نفسه قاعد أمام قاضي، والقاضي يحكم عليه بمدة طويلة جداً، تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، وهو ما مسوي شيء. يجي يقول للقاضي أنه أنا بريء، ما يسمع. يجي يقول له أنه أنا هذه الورقة ما موقع عليها، أنا وقعت على ورقة بيضة بسبب التعذيب، وقعت أو بسبب تهديد المحققين إلي، بسبب تهديدهم بأذية أبنائي أو أذية أهل بيتي، بسبب شيء ما أنا وقعت. ما يسمع، حتى لو كان هذا المواطن عنده دليل براءة، يعني فرضا مواطن قاعد داخل المحكمة ويقولوا له أنت متهم في قتل فلان الفلان، يقول لهم أنا ما قاتل، أنا عندي دليل براءة. ما يسمعوا، يطلع القرار والقاضي يأخذ قراره، لأنه أكو اعتراف مأخوذ عليه تحت التعذيب. يعني بالعراق اليوم أنا أكتلك وأضربك وأخذ ما عندك تعذيب غصبا ما عليك، وأنت ما من حقك تحكي، وأحكمك وطب للسجن وما من حقك تحكي، وداخل السجن هذه مأساة ثانية. احنا لحد الآن ما حكينا جوا المعتقل شي يصير، لحد الآن ما حكينا جوا السجن شي يصير. السؤال اللي اريد نطرحه، ليش المعتقلات اللي هي، قبل ما نطرح هذا السؤال عفوا، هو السجن شنو؟ للي ما يعرف شنو معنى السجن، السجن المفروض أن يكون هو مؤسسة حكومية، هاي المؤسسة تابعة إلى الدولة العراقية، هاي المؤسسة عملها هي إصلاح نفسية المجرمين، أو تكون عقوبة إلى أي مجرم حتى يتغير من حال إلى حال. المجرم أو المحكوم في أي قضية ما، القاضي أو القانون يقرأ هاي القضية ويحكم عليها، و يفرض أنه هذا السجين أو هذا المعتقل مدة محكوميته كذا من السنوات، تختلف حسب الجرم اللي هو يسويه. فمن المفترض أن السجون والمعتقلات العراقية هي عبارة عن مؤسسات مدنية، عفوا مؤسسات حكومية إصلاحية. هاي المدة اللي هو يقضيها المعتقل بها أو السجين، مدة المحكومية مالته هي لتغيير نفسيته حتى ما يعود إلى جرمه. لكن ما يحصل اليوم بالعراق، مواطن بريء، متصلين كثر اتصلوا بالبرنامج، أمهات أتبوا على برنامج صوتكم أنه ما نحكي في قضية المعتقلين. اليوم حلقتنا للمعتقلين، اليوم هاي الحلقة مخصصة إلى شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي اللي عندهم معتقل داخل السجون العراقية. داخل السجن شنو اللي يصير؟ هو بريء، أنا دا أحكي على الأبرياء، ما عنده مشكلة، ما عنده أذية على أحد، اعترف بسبب التعذيب، وقع على ورقة بسبب التعذيب، حاله حال اللي طلعوا أنه هو كاتل مرته،
بكربلة وبعدين تجي مرته وتقول أنا عايشها ما قاتلني رجلي، ويطلع الكاظم يقول المحققين لازم تسجنوهم، بس وراها ايش صار هم ما حد يعرف. فيطب داخل المعتقل، أكله مو ذاك الأكل الزين، شربه أمينه، يتمرض ماكو واحد يجي يجيب له علاج، ولا أكو خلية طبابة أو مستوصف داخل المعتقلات، ولا أكو دواء صالح للاستخدام البشري يستخدم المريض حتى يتعالج. بعد نومته مو ذيك النومة، لأنه فعليا اليوم أكو داخل المعتقلات العراقية لسته، الفراش هلقد سعره، الدوشق هلقد سعره، البطانية هلقد سعرها، المخدة هلقد سعرها، الفانيلة هلقد سعرها، والزيت هلقد سعره، والباكيت الجقائر هلقد سعره. فهاي اللسته، وللعلم إذا تحجون يا أهالي وذوي المعتقلين راح تلقون إنه هاي اللستة بعشرات أضعاف سعرها الطبيعي. محمد من أمريكا حياك الله. ومحي قناة الرافدين والكادر. حياك الله أخوي. كان أسد هي هاي شغلة مقصودة. قال يعني سفينة الله. هم قالوا كلهم عنصريين جايوا يحمون العراق. طب أبغى أبو قاف. نعم. طلعوا عفو شيخ علي سليمان، ضبوا أهل العمايم كلهم، ولا ديون إيران كلهم ضبوا، صار يطلعوا الحاكم هذا داعش، هذا داعش، علش اللي موت، والله داعش إيراني، هو طابق السابع ميرا، سادس طابق السادس إيران، بس طابق السابع دول جماعة داعش يعجون بيهم المصابين، والسادس جماعة مقتدى الميليشيات تابع الجيش المهدي، عم سفينة الله دول كلهم ولاهم إيران. وضد السنة، سفينك الله ضد السنة، والقرآن نريد السنة يمشي بشارع الطولة لازم نظل نتفخ فيه. سفينك الله دول هم المراجع الإيرانية قاعدة بالنجف وكربلة، دول أهل القرى، دول قاعدين بالخضاء، جماعة المجرمين، جماعة إيران، جماعة السفارة الإيرانية، سفينك الله نريد السنة ينهار، يظلون 24 ساعة يكفون فيه، عم تخلوا مناطق السنية، شو كلها دمروها حتى الحلال ما لها بوضو. عمي كافي كافي، عمي الشجون مليانة أبرياء، طلعوهم خلي طلعوهم، ولا ما عندهم حد غيرة، ما عندهم ولا جاي يحكمون العراق، ذولي أبو قاط أبو عمامة، ولا كلهم ديون إيران، والله ينتقم عليهم جهال رمضان، يهجم على عوائلهم. وحيي قناة الرافدين والكادر، وحيي المجاهدين الأبطال، الله أكبر. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ محمد. هم أنا محمد بس من كربلاء، حياك الله يا محمد. اسمعني يا أبو جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شوك أخوي أستاذ. هلا بيك يا الغالي. شو صحتكم وراك؟ نحمد الله على كل شيء. أخ عندي سجين صار تقريبا 5 سنوات، حكم 15 سنة. خمسة لو 15. الحكم 15 سنة وكمل 5 سنوات. ايه يعني 5 سنوات، انا هسه انا صار لي كل 15 يوم جاودين مصرف 250-200 ألف. زين يعني هسه انا هو شنو هي مرة هي سجينة اسمها مرة. لحظة لحظة، انت تقول ان حكم 15 سنة صار له 5 سنوات بمحكم يتداخل السجن، كل 15 يوم تحول له شقد؟ كل 15 يوم جانصي 250 ميل فقط. يعني بالشهر فعليا انت تعطيه تقريبا 500 ألف. اي نعم، كل شهر تقريبا اتطالب 500 ألف. نعم يعني قسما بالله، قسما بالله قاعدين بخيام، وهي مرة يعني شنو ذنب المرة تنحكم 15 سنة؟ نعم يعني هسه انا محكومة 15 سنة ومرة وأنا طفل، طفل شنو ذنب الطفل هسه أنا قاعد بلاي أم وبلاي أب؟ ما شنو سبب الحكم أخويا محمد؟ الثلاث يعني سواء إرهاب، شغلة إرهاب. نعم سوى شغلة إرهاب. إيه هسه أنا بهالحال هسه أنا الإنسان شنو ذنب المرأة يعني؟ نعم فشنو ذنبها؟ شنو ذنب المرأة تنحكم 15 سنة؟
يا دور يا حكومه هاي الشخص يعني اخ محمد سنة. اخ محمد حتى الناس تكون عندها صوره واضحه، هاي المره اللي تتكلم عليها هي انحكمت بجريره شخص اخر؟ لا انحكمت شغله ارهاب رجلها داعي. تمام انحكمت ارهاب 15 سنه زين الان نعم وقلت على اسباب رجلها تواها امي انا ماخذ على اساس داعشي واحنا نشهد بانه رجلها داعش وانقتل. رجلها داعش وانقتل. نعم نعم. واستعين محكومه انحكمت 15 سنه وقضت من عندهم 5 سنوات ولحد الان نايمين على راسه. نعم شكرا 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 لك اخ محمد. ابو علي من بغداد حياك الله. الله يسعدك. هلا بيك يا الغالي. شلونك من بغداد ابو علي؟ والنعم منك ومن اهالي بغداد. بالنسبه لي محمد بامريكا. نعم. حكي بكل معنى ما عليك. زين. بالنسبه لي محمد ابو امريكا كل معنى ما عليك حكي. زين. بالنسبه لمحمد. اي اخوي سمعتك. والله يعني كل معنى ما عليك. ابو علي اذا امكن نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون حتى يكون كلامي اوضح لك. نعم. اي بالنسبه لمحمد كل ما يطلع يعني حكي خربط بي ولا معنى بي. ويحكي على عامر ويحكي على المالكي ويحكي يحكي على البوسي. تعلم سعود. ابو علي ها انت نعم. تقول انه يحكي على المالكي او يحكي على غيره. زين هو المالكي شنو اللي فاد به العراق حتى نمدحه؟ يعني اعطيني شيء فاد به العراق المالكي دم مدحه. عدم صدام. ها عدم صدام عدمه. ونطى 3 محافظات ودخل داعش. ها لا لا داعش هم دخلوا لوحدهم. داعش انت لوحدهم دخلوا. المالكي حشا ما دخلهم المالكي. ابو علي هاي مو انا اقولها ولا انت. لجنه التحقيق في سقوط الموصل تقول احد اسباب سقوط الموصل هو نور المالكي. لا استاذ هذول غلطانين مش شاكين برلمانيين اللي يحكون ابو علي غلطاني. يعني اذا برلماني ما نصدق به بما نصدق لعاد؟ انت يعني كتامل هسه طلعت من البرلماني انت ضد البرلماني ابن حلال شنو؟ انت ضد البرلماني طلع البرلماني حتى صحيح. زين وشنو رايك بالقائد لا. العام للقوات المسلحه نوري كامل المالكي لما الجيش انهزم؟ لا ما انهزم الجيش حشان صارت خيانه. ابو علي بس لحظه خلينا نعم. خلينا على قولة المثل نقعد عوج ونحكي عدل. خلينا نحكيها عدله اي هيك نحكيها. الجيش لبس دشاديش وانهزم وترك سلاحه وترك معداته وترك الياته وجاء تنظيم ارهابي ما نعرفه من وين طبلنا سيطر على معدات الجيش وسيطر على سلاح الجيش وسيطر على المعسكرات مال الجيش واخذ كل شيء له. زين هذا الجيش اللي انهزم يا اخوي انت هسه جاي تقول لي لا حشا ما نزم لعد اللي شفناه بالتلفزيون منو؟ مو عثمان الغانمي؟ لا هاي واحد اثنين انهزم واحد اثنين لكن قدموا شهداء 50,000 شهيد من امه؟ من الجيش والشرطه والحشد. هاي شوكت ابو علي شوكت؟ قدمها بالرمادي وصلاح الدين. شوكت اخوي شوكت تحكي؟ انت تحكي بالعمليات مال تحرير المزعومه لو تحكي لما انطبوا داعش للعراق؟ الحاصل وانت جبت على المعتقلين، المعتقل اذا هو قاتل يطب بلابوش تسوي لك تدوم حلقه على الشهداء على الشهيد. أبو علي نعم شو هسه أنا أريد أحكي وياك بموضوع أنت تقلبني من موضوع الموضوع. لا مو تسجيل على المعتقلين أنت تحكي عن الشهداء إذا هو قاتل شو تسوي له؟ وإذا هو بريء؟ إذا هو قاتل وإذا هو بريء؟ خل واحد بالألف لكن اللي قتله
أبو علي أنا وياك، إذا هو قاتل شو نسوي له؟ أنا وياك وأتفق ويا كلامك، إذا هو بريء واحد بالله واحد يا أخويا يا أخويا مو أنا أقولها، هيومن رايتس ووتش، منظمات حقوقية عراقية، منظمات حقوقية مدنية دولية، منظمات تابعة إلى الأمم المتحدة، التقارير الحكومية الرسمية كلها تقول أنه 90% من المعتقلات العراقية تحوي أبرياء بسبب التوقيع على اعترافات بسبب التعذيب. أستاذ أسأل، وجد القتلة، وجد مجرمين، وجد فجروا يا أستاذ أسأل الله أبو علي، أبو علي أنا دا أسألك على المعتقلين الأبرياء اللي وقعوا على التعذيب، بالتعذيب العفو، ترجع لي على القتلة، قلت لك القاتل خيولي، إحنا نعرف هذا قاتل يستحق عذابه، البريء شو نسوي له؟ واحد من أليس واحد هم رجع هم أبو علي، أبو علي افتح الإنترنت، عندك إنترنت لا؟ لا والله ما عندي، رجال فقير أنا. تمام، شكرا جزيلا لك أبو علي. أبو علي إذا ما تصدق بالكلام، هذا التقرير راح أقرأ لك إياه مثل ما هو. اعتراف رسمي من الحكومة العراقية في 20 حزيران الماضي، يعني 20/6 الماضي، اعتراف رسمي من وين؟ من الحكومة، مو أني ولا أنت ولا أي واحد. يقول الاعتراف: يجب على الحكومة العراقية أن تخلي سبيل أكثر من 10,000 معتقل لم تثبت التحقيقات إدانتهم إلى هذه اللحظة، وبينهم أكثر من 3,000 معتقل تم إيقافهم بتهمة الإرهاب ولا يوجد أي دليل عليهم لضلوعهم لا بتهمة الإرهاب ولا بأي قضية جنائية. تقرير ثاني: القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية يقول أن محاكم البلاد أفرجت خلال أيار الماضي عن 10,000 موقوف لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم، 8,999 ما زالوا موجودين داخل المعتقلات. يعني تعرف شنو هذا الكلام أبو علي اللي أنت ما تصدق بكلامي؟ عبد الستار البيرقدار، القاضي عبد الستار البيرقدار يقول لك إحنا 10,373 موقوف أخلينا سبيلهم بأمر قضائي إنه هذا بريء، هذا بريء المفروض يطلع من السجين ما يبقى جوا السجين. يقول 8,999 من عندهم بعد موجود داخل السجون، بعد معتقل، على الرغم أنه عنده قرار رسمي من الدولة العراقية يقول لك أنه برير. فإحنا على ذولا دا نحكي أخويا أبو علي من بغداد اللي مدى تصدق، إحنا دا نحكي على الأبرياء اللي انداسوا بالرجلين. تقول لي الجيش ما انهزم، تابع الإنترنت وشوف الجيش شلون انهزم ذاك الوقت، واللي كان القائد العام للقوات المسلحة مالته نوري المالكي، والجندي من ينهزم من معركة والمعركة تؤدي إلى صار العراق بتعتبر خيانة عظمى، وتعرف أنت الخيانة العظمى شنو جزائها. صباح من ميسان، حياك الله أبو أحمد من ميسان. أبو أحمد انقطاع الاتصال، يا أتمنى أبو أحمد ترجع لنا حتى نسمع رأيك. أكمل لك التقرير مرة ثانية. البيرقدار يقول 7,556 خلال عام 2022 دخلوا إلى المحاكم العراقية بتهمة الإرهاب والكل موقع على اعترافات بسبب التعذيب. أطلع لك بعد ما شغلة لخ. مطالبات أخرى بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تدور حولها أزمة في البلاد، ويقول مسؤولون إن غالبية أوامر الاعتقال التي صدرت وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب استهدفت مناطق ذات غالبية معينة في وسط وشمال وغرب البلاد، مطالبين بإلغاء المادة. وفقا للقانون العراقي تقع المادة 4 إرهاب ضمن 5 مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2005 في العراق. أبو عمر من كركوك، حياك الله أبو عمر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والكرام، شلونك أخي العزيز، شلون صحتك؟ حياك الله أخوي، حيا من قال، بارك الله بيك، سلمك ربك، جزاكم الله خير على هذا البرنامج، واجبنا. يعني أخي والله يسكت على الحق شيطان أخرس،
نعم. والله مع الأسف أكو ناس أنا مو منصفين. نعم. أخي العراق صاير مذهلة، يعني صدقني أني أخلي أكون لك، إحنا كلنا عراقيين الحمد لله وشكر، أول المسلمين ثاني عراقيين، أني كردي. نعم. بس أخي ثق واعتقد ما ظل لا قانون ولا سيادة لهذا البلد. أخي روح السجناء هنايا والله دقيقة واحد يخلصر بخمسة ألف. نعم. هذا القبلي كان يحكي يقول لا بالألف واحد بريء، بالألف واحد مو متهم. نعم. مو قاتل، بس هذول سووا قاتل مع الأسف. مع الأسف مع الأسف هذول اللي مو منصفين، يعني إحنا بدل ما نقول الله يساعدهم هذول ناس يعني والله أبرياء، شفنا قدام عين كان ما يعرف أصلاً بالأسلحة، ما يعرف يضرب طلقة، والله العظيم أنا شاهد على واحد ما كان يعرف عظيم بدون أي شيء، بس كونها من غير مذهب. نعم. بس مع الأسف هذول ما يحكون على حق، والله مع الأسف. وبارك الله بكم وجزاكم الله خير أخويا. شكراً شكراً لك أخويا العزيز. بالنسبة إلى المعتقلات، أحد التقارير اللي موجودة بالإنترنت ماخذ شهادة من أحد الأشخاص، ما ذاكر اسمه، فقط قات براء نون، يقول أنه هذا الشخص اعتقل لمدة عام كامل وتنقل بين عدد من المعتقلات، يعني افتر داخل المعتقلات، تعرض إلى كسور بإيده وأضلع بسبب التعذيب، وهو متهم بالتعاون مع الإرهابيين في التفجيرات التي حصلت في بعض المناطق العراقية. الصحيفة اللي ناشرت التقرير تقول هذا الشخص إذا أريد نباوع على قانون أربع إرهاب، فقانون أربع إرهاب شو يقول؟ يقول قانون أربع إرهاب ببند، يعني يعاقب بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة. أما البند الثاني فينص على العقاب بالسجن المؤبد لكل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستر على مجرمين. فيقول إذا إحنا نباوع على القوانين أربع إرهاب، فشون صارت اعتقالات لأشخاص يعتقلون ويعذبون ويضربون وبعد ذلك يحصل براءته ويطلع. نور من الأنبار حياك الله، أو حياك الله. السلام عليكم. حياك الله أخوي. شلونك أخي؟ هلا بيك الغالي. أشكر قناة الرافدين. سلمك ربي، لا شكر على واجب. أخي على أمامك. نعم. والأخ أبو علي يسولف على الجناء. نعم. المالكي ويسولف على عامر الدولة. نعم. هو لو ضايق السجن يوم عرف السجن شنو؟ نعم. عرف البريء من المرمي. يا أخي ما ظل عندك ثبات من التعذيب. لا عديان ولا رجليان. يعني مقلب ثلاث أيام أربع أيام وخمس ساعات وأنت بالحال. شيء مال شيء معيشة، مو معيشة. نعم. لأنه بس إذا أنت مو داعش تصير داعش. نعم. أنا محكوم 15 سنة 20 سنة والله أكون داعش، والله محمد داعش. أما صارت شاير زين المالك السوان من يقول أدهم صدام اليوم واحد انتعفوا خلى المساجين سنة. نعم. ومن يقول تغريب صدام كان الشعب يخاف منا، وكنا بالسيادة كنا عايشين. نعم. ما واحد مرجون بظلم. العامري ذبح على الصقلاوية اثنين بسين هم طالبين. نعم. هاي الصقلاوية وهاي الفنونسة سوى بها العامري والمالكي. قبلونا باعث وسوانا أرهاب. نعم. ومشكورين بارك الله. شكرا لك اخ نور. نوري عفوا اخ نوري، شكرا جزيلا لك. ابو عبد الله من اربيل، حياك الله يا ابو عبد الله. الله محييك، السلام عليكم، احييك وحي المشاهدين والمستمعين جميعا. حيا الله نباك اخوي العزيز. الله يخليك. انا بالنسبه لموضوع المعتقلين انا ما اريد اعطيه الاهميه، الأخ أبو عبد الله أبو علي ما شو اسمه هذا ما يعطي فد أهمية، بس أقول له شيء واحد، أقول له زين المناطق اللي تجرفت والمناطق اللي منحوا الأهالي يرجعوا لها مفجر في الصخر وغير مناطق همينة بالديالة وأنواع مناطق. نعم. أقول له هذول عوائلهم كانوا إرهابيين، زين زلمهم كانوا إرهابيين مسلحين، مو مشكلة يا باني يا
كلهم مسلحين كلهم دواعش وعوائلهم نسوانهم اطفالهم عندهم اطفال عمره 5 سنين و6 سنين هم داعش يا هذا ليش منعهم حتى الحكومه العراقيه انه تطب المناطق هذه ليه؟ زين اقول للضباط الضباط اللي كانوا يختالوهم اول ورا 2003 من كان يختالهم؟ المهندسين هم كانوا دواعش ها اطباء كانوا دواعش اللي هزم اللي هزم اللي اختالوه واللي ساوموه واللي بيعوا بيوته وخلاه يحول لهم ويلا قتلوه بعدين همينه هذول هم دواعش كانوا ماكو دواعش ماكو دواعش غير ايران ذيولها ماكو داعش شذابين داعش حتى داعش ايران هم جابته انا اقول لك انا بشرك فيها واعرف كل شيء داعش داعش ادوات من ادوات ايران تحرك شو وقت ما تريد شو وقت ما تريد بحركتها هي لا اقول لك خاف الله انت نص الطب للقبر الله يحاسبك بعدين يحبك عندك نكيرو جيد عندك يحاسبك نعم نعم حتى المدن كان حلي حساب فاقول لك خاف الله نعم خاف الله ماكو دواعش ما دواعش اللي حقه احنا من العراق حتى انا اعرف انا كردي حتى اقول هذا عنده تصريح ويا اسرائيل وهذا ضدنا احنا ماكو حق ضد العراق انا مو ضد اي عراقي أنا أي واحد شاهد حق عراقي أنا أحبه خلي على راسي حتى الكردي إذا غلط أنا ما أريده الكردي إذا غلط ما أريده مو شرط عربي أو شيعي أو سني فأقول له أقول له خاف الله وأنا أشكركم شكراً شكراً وأسف لله تعجبتني شكراً شكراً لك أبو عبد الله بالنسبة إلى 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 قضية المعتقلين والمعتقلات العراقية أحد الناشطين الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان يقول أن المحققين اللي موجودين اليوم بالعراق هم من يتحكمون بحرية المعتقلين بحسب هذا التقرير يقول بإمكان ضابط التحقيق أن يفرج عن أكبر الإرهابيين مهما كثرت الأدلة المادية التي تدينه فيديوهات تسجيلات أكو اعترافات أكو أشخاص شاهد إثبات يكون مهما كثرت يقول الأدلة المادية التي تدينه يقدر هذا المحقق أنه يطلع بريء من هاي القضية ومثل هذا الأمر يعتبر بحسب مبدأ هؤلاء المحققين صيد لكن اللي يهم المحققين أكثر هو أن يكون المعتقل بريء اللي يهم المحققين أكثر أن يكون المعتقل ما له علاقة لأنه هذا يعتبر صيد أسهل وأهله مستعدين يدفعون كل شيء لأجل أنه يطلعون من داخل السجن لأنه البريء لما يطب للسجن مصيبة بالمقابل يقول لك أهله راح يدفعون مبالغ مطلوبة حتى لو اضطروا إلى بيع ما يملكونه وكل أملاكهم لأجل أن يخرجون معتقلهم أو ابنهم من السجن أبو حسن حياك الله أبو حسن نعم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل أبو حسن داس معك مقدم البرنامج معي لو أنت على الهواء أخوي العزيز السلام عليكم عليكم السلام أخوي داس معك شونك أخوي العزيز هذا بيك يا الغالي بس إذا أمكن أبو حسن نصيلي صوت التلفزيون حتى تكون المكالمة إلك وإلي أوضح نعم عيني وياك أي تفضل زاد فضلك يعني زاد فضله يسلمك ربي تفضل أخوي نعم عيني نعم إن شاء الله أي قول يا بقول ده أسمعك أستاذي العزيز أنا أحب أنطي اختصار ما أحب أطول بالموضوع نعم هو البلد هذا عليه مؤامرة نعم وصناع هاي المؤامرة إيه أبو حسن الأحزاب بشكل عام يعني الأحزاب ولاءاتها للخارج نعم إيران وإسرائيل وأمريكا نعم وياك إيه كمل كمل دا أسمعك
اعتذر منك ابو حسن. شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم، لكن اكو مشكله يبدو انه الصوت دا ياخر يما، لانه مثل ما تسمعون يعني صوتي دا يوصل له متاخر جدا. يقول الشخص او الناشط في مجال حقوق الانسان بهذا التقرير، يقول أأكد لكم أن الحكومة اللي بغداد تعرف باللي دا يصير داخل المعتقلات، يقول والفضائح والانتهاكات اللي يصير داخل المعتقلات موجودة وكثيرة، يقول وصلت تفاصيلها إلى الحكومة، وأنه أحد الناشطين اللي أوصلوا حقائق وبالأدلة لكبار المسؤولين كان الجواب أنهم سيتحققون من الأمر، وبعد ذلك اختفى هذا الناشط الحقوقي من الوجود. المشكلة اليوم ما حدا يفتهم، حتى المجرم اللي موجود داخل السجن ما من حق الحكومة أنه تحرم حق الحياة أو العلاج أو الأكل والشرب أو التواصل مع أولاده أو مع أبو أمه أو أخوانه، ما من حقها. أكبر عقاب تسوي هاي الحكومة أو هذول السياسيين لهاي الأشخاص أنه يقيدت حريتهم داخل هاي المعتقلات. أكبر عقاب تفكر به، خلي أي إنسان دا يسمعني هسه يفكر أنه قاعد هسه بهالغرفة هاي ونسد هذا الباب الحديد عليه، يقدر يتحملها لا وممنوع يطلع. فأنت أكبر عقاب نفذته أنه أنت حبست حريته، أما باقي الأشياء يأكل يشرب علاج ما أعرف شنو صحة أهله ذوي أبناء أولاده ما من حقك تحرمهم من عندهم. روحوا افتروا في كل دول العالم، أعتى المجرمين اللي موجودين داخل السجون يأكلون ويشربون ويتعالجون، ولما تجي زيارة يشوف اللي دا يشوفه. إلا اللهم في هذا البلد هو بريء بس جوا السجن، هو ما له علاقة بس جوا السجن، هو متعارك بعرس مثل ما قالت إحدى المتصلات في برنامج صوتكم سابقا، متعارك ويا أحد أشخاص بعرس قبل السجن، جتي دورية وقالت احنا ماخذين للاشتباه او استفسار وطب للسجن. وهذا الحال ما المفروض اي لجنة حقوق الانسان او دولة تقبل به، ولا هذا الوضع اللي تشوفه امامكم ينقبل به الا بالعراق. عبد الفتاح حياك الله يا اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم. تفضل انت وياي يا اخوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. انا من كربلاء. من كربلاء. والنعم منك ومن اهالي كربلاء. الله يبارك ويبارك بعمرك. الي تاريخ. نعم حبيبي. نعم أحكي لا يستعب الله أحكي مقدم البرامج وين؟ أخويا أنت على الهواء مباشرة والدنيا كلها دا تسمعك، تفضل أغاتي. الله يبارك فيك. اسمح لي ما أخذتك. نعم. أنا محكوم أحكم تسارة سابقا أحكم تسارة. نعم. عليم في وقتها. نعم. أخذاني من الدائرة على أساس مجرى وصل 10 سنوات حكمة القرار. نعم. تسمعني؟ دا اسمعك. رحت للمالكي سفاد وذبايح وهذا ومهاجان، وقلت له شلون ابو صار قال ايش عندك؟ قلت له انا معصوم محكم كسرى هذا مقتبس هذا مقتبس. قال لي لا قعد شرب ميه. قلت له ليش رفعه؟ ليش؟ نعم. قال له روح اشك عليه. اخر سمعتني؟ دا اسمعك. سمعتني؟ دا اسمعك. ايه يقول لي روح اشتكي وانت تشتكي. ضيع حقوقي ولدي استشهد وتأذيت سجلي وامزين ربك طلع لي تفاحص لا عكامه ولا كل شيء زين؟ نعم. حبيبي؟ نعم. ربك تفاح نور المالكي قعدني الله قبيله. نعم. الله قبيله. نعم. سجلتها؟ سجلتها.
تسجلت وسمعوك كل العالم، وكل العالم هسه اللي دا يسمعون ودا يتابعون برنامج صوتكم سمعوك وعرفوا بقضيتك. اخويا ابو استاذ عبد الفتاح، اريد تحضرون الحق، احنا وين اولاد؟ نعم نعم ويا الفراغ هذه. نعم نعم ليش يعني انا عبد الفتاح شدات واحنا طردونا؟ ليش سبب يعني مراحلنا متعبنا؟ نعم حبيبي. وصل وصل وصل. شكرا شكرا لك اخ عبد الفتاح من كربلاء، حياك الله وحيا الله اهالي كربلاء كلهم. الاخ عبد الفتاح يقول اني كنت معتقل في ذاك في زمن النظام السابق، يقول رحت على المالكي وقابلته وقلت له هيك، وقال لي اشرب بله واشرب ميه ومالك اي شيء. يقول ليش جماعه رفحه يعطوهم رواتب؟ اخوي عبد الفتاح جماعه رفحه ولدهم اللي انولدوا برا وما شافوا العراق ياخذون رواتب، خاف ما تدري بها. خليني اقول لك اياها المشكلة اللي دي يعانون من عدها. يعني مثلا المعتقلات العراقية اللي موجودة اليوم أو السجون، أكو تقارير رسمية تشير أنه العراق، قال أحمد العابي أن بلاده أن العراق ينوي بناء مزيد من السجون بسبب ما وصف حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية، وذلك بالتزامن مع تقارير أكدت استمرار الانتهاكات في المعتقلات العراقية كجرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة والحبس بدون محاكمات، فضلا عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء الأبرياء والذين انتهت فترة أحكامهم. يعني أحمد العبي اللي كان ناطق باسم وزارة العدل العراقية يتكلم بهذا الشيء، يقول أنه إحنا نريد نبني سجون جديدة لأنه السجون اليوم بها اكتظاظ. اكتظاظ يعني القاعة أو القاوش اللي موجود بسجن اللي من المفترض أن يكون بعشرين نزيل اليوم بمئتين نزيل، وهذا الشيء أكدوه السجناء بأنفسهم اللي اتصلوا ببرنامج صوتكم، اللي قالوا إحنا ننام على كرتونة أو ننام على متر مربع. يقول واليوم المتر المربع داخل الغرفة أو الزنزانة يباع بيع حتى تقدر تحصل لك مكان تنام به. ونفس النزلاء اللي اتصلوا قالوا، أو نفس المعتقلين قالوا أنه أكو بعض النزلاء داخل السجون العراقية ينامون بالحمامات. ونفس المعتقلين اللي اتصلوا ببرنامج صوتكم ذكروا أنه الأكل اللي يوصلهم هو أكل غير صالح للاستخدام البشري، إما أن تكون الخضروات معفنة أو الخبز معفن ويطوا إلى السجناء أنه يأكلوه. إضافة أنه الأهالي لما يدزون أكل ينخذ، ويدزون فلوس تنخذ، ويدزون ملابس تنخذ، ويرجع السجين يشتري ذني المواد اللي دزول هي أهلها. كلها سجناء اتصلوا من داخل السجون وأكدوها. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفيد، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهديها. الله يسلمك يا غالي. يا ميسرة أستاذ أفيد، إحنا نعرف بالعراق الظلم اللي ظلمته والعمائل الشنيعة اللي ارتكبته سلطة الأحزاب وقياداتهم وميليشياتهم وكل الديون واللي جوي من دبابات الأمريكية والاحتلال الأمريكي اللي صار على العراق، هي مؤامرة ضد أهلنا وناسنا السنة، وأيضا يشمل إخواننا وأهلنا ناسنا في الجنوب في البصرة والناصرية وباقية المحافظات في كربلاء والنجف. ابتدوها عملية داعش، ونعرف إحنا المالكي وإيران هي أسست داعش وهي جابتها للعراق، وهي كانت المؤامرة من أمريكا وإيران انه كيف يدمرون اهلنا وناسنا السنة في المناطق المنتفضة اللي صارت بيها التظاهرات، واللي هي اكو عندنا بعض المتصلين والديون انه باقين لحد الان الحقد الطائفي اللي عندهم موجود، والناس اللي مستفادة من هذه السجون، والناس اللي ما يخافون رحمة الله شلون تنزل عليهم، لكن هم ناس خالين من الرحمة، خالين من الضمائر، خالين من الإنسانية، خالين من كل شيء أستاذ أفل. هم ناس يعني أبرياء، نعرف كل السجون أبرياء. ما معقولة إنه آلاف مؤلفة بالسجون إنه هم دواعش. ما معقولة إنه كلهم هذول بالسجون يعني رموا ووجهوا سلاحهم ضد هاي القوات الأمنية والحشد الشعبي اللي عندهم. هم ما معقولة كلهم هذول ناس أبرياء، يعني ما ممكن أنه يبقون بالسجن. لكن بس الحقد الطائفي اللي موجود عندهم
مبقيهم لحد الآن، والقضاة اللي عندنا الموجودين بالعراق قضاة باطل وقضاء مسيس، أيضا متحالف مع هذه الأحزاب وهاي الحكومة وكل الحكومات اللي حكمت العراقيين من 2003 ولحد الآن. لو أكو كانت عندنا عدالة يعني نقدر نقول واضحة وصادقة بعدالة وحكومة أو رئيس وزراء، ممكن إذا هو كان رجل يفتح هاي الملفات ويحاسب الأبرياء، يحاسب المسيئين ويعفي عن الأبرياء. هذه ما صارت عندنا، ما معقولة. أكثر من يعني 18 سنة 15 سنة أو من 2014 ماشي أبرياء بالسجون، ما يعرفون أهاليتهم وين صاروا، أولادهم أبهاتهم أطفالهم اعتقلوا صاروا لهم مقابر جماعية، ما يعرفون بذويهم وين صاروا. هاي جريمة ضد الإنسانية وضد الشعب العراقي اللي يشوف الويلات والمأساة من سلطة الأحزاب وقيادات الميليشيات. هم باقين لحد الآن على هذا المنهاج الطائفي اللي موجود وما يخرجون السجناء، لأنه هم أصبحوا السجان عندهم يعني كتجارة يتاجون بهم، من يعني من يدخلون من عوائلهم لزياراتهم ومن يروحون يشوفوهم أو بيع يعني الماء لهم بالصيف أو بيع السجائر أو كل هاي الأمور. ناس مستفادة من السجناء الأبرياء، وإلا هذول ناس شنو مرتكبين بأي بلد؟ يعني صارت عندنا جسر بديبس أنه وقتها نعرف أنه هادي العامري وربعه من اخذ شبابنا وناسنا وهلنا قالهم انه فالساعة ويرجون ساعة تحقيق، ساعة انه اي يعني كان يلفق تهم على الاهالي ويرجون او يوم يومين. كل هونها ناس باطلة استاذ، ناس قيادات زعماهم من ضمنهم اول شخص هو ارهابي وضد ابناء سته هو هادي العامري، من بعد يجي قيس الغزالي ونوري المالكي، كلهم هذول ضد ابناء السنة وابناء المحافظات اللي ظهروا بالبصرة وبالناصرية وبالعمارة. هذول الناس أبرياء هم أيضا رادوا وطن، رادوا حرية الإنسان، رادوا أنه عمل، رادوا أنه الوطن شلون يزدهر بدون قتل بدون دماء، رادوا حرية المواطن. فأيضا اعتقلوا وانسجنوا وانكتلوا. فهذه دلالة على سب سلطة الأحزاب وحكومات اللي حكمت العراق. هم ضد الشعب العراقي، ضد الشعب العراقي بكتله بسجنه. فما ممكن نترجى من هيك حكومة تفتح ملف المعتقلين اللي تفرج عنهم والناس اللي قاعدين يخافون مثل أبو علي وغيره. استاذ هذول يعني نعرف يعني ناس مستفادين من هاي الحكومة، يعني عايشين على هالرواتب. أبو عمر أنا أعتذر منك شديد الاعتذار، بس الوقت راح يدركني وعندي الاتصال الجاي جدا مهم للحلقة، فأعتذر منك شديد الاعتذار. شكرا جزيلا لك أبو عمر. حسين أحد المعتقلين من البصرة، حياك الله يا حسين. الله يحييك بعد قلبي، السلام عليكم. هلا بيك يا الغالي، تفضل. حسين حبيبي الغالي، نصف المعتقلين نصفهم رحم الله والديك، يسلمك ربي. تدينا وتعبنا، حيل تعبنا. انت وين هسه اخوي حسين؟ انا معتقل بمحافظة البصرة بالشؤون حاليا تقريبا بالقيادة. نعم زين. اي والله وتدينا يعني نريد عندكم بس يطالبونا بالعفو العام، كل شيء ما نريد. نصف الأبرياء يعني كل احنا أبرياء والله. أخ حسين شنو التهمة اللي حضرتك متهم بيها؟ والله تهمتي تعاطي مخدرات يعني. نعم واكو ناس مظلومة يعني، هنا بالسجون مظلومة يعني، لا بيها ولا عليها وطبوا للسجن ايش يعني. طيب التعامل وياكم داخل السجون شنو هي؟ شلونه؟ والله بين ما بين الله يعني، احكي لك هنا على شلون يعني انصاف يتعاملون يالا بأحسن طريقة، بس باقي المعتقلات بعد ما أدري بيها الله أعلم. نعم احنا نريد من عندكم من قناتكم هاي الشريفة قناة الرافدين أن طالبون بالعفو العام نصف الأبرياء، غيركم أنتم تطلعون. نعم احنا ما عندنا غيركم أنتم تطلعون. نعم نصف الأبرياء أبرياء بالسجون يعني حصل عليها لقمة الخبز، الله شاهد. نعم والله يبارك بيكم ويبارك بقناتكم. سلمك وربي يحفظكم. سلمك أخوي، سلمك. شكرا جزيلا لك أخ حسين. من أكبر المصابين اللي يعيش بها العراق اليوم أنه يكون بريء داخل المعتقل وجوا السجن وما يعرف هو ليش مسجون. إضافة إلى ذلك من أكبر الجرائم بحق الإنسانية وبحق الأسر وبحق العائلات وبحق العراق كله أنه يكون أكو أم أو أب ما يعرف ابنه وين.
يعني اكو هوايه من المتصلين اللي اتصلوا ببرنامج صوتكم سابقا اكدوا انه اجت جهه معينه، اجت سياره معينه، اجت جهات معينه، اجت لجنه معينه، شالت ابنهم لاستفسار او للتحقق وراح واختفى الولد، ويسالون عليه ويدقوا بالحاسبات والولد ماكو. زين اذا هو الولد انولد وعندهم شهاده ميلاد تثبت انه ابنهم عايش بهذا البلد، وراها اختفى، وين راح؟ جوي فضائيين وشالوه. فاكبر جريمه بحق الانسانيه ان يكون مواطن عراقي بري واهله ما يندلوا هو وين عايش او عايش لو لا، لان هواي متصلين يقولون اريد نعرف ولدنا عايشين لو ميتين. بهاي راح اختم حلقتي، واتمنى انه كنا نطالب بالعفو العام للابرياء، لانه البريء لازم يطلع برا السجون. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر باذن الله، في امان الله.